لماذا يكره الأحزاب والطبقات الشعبية ويغالي كثيرا في حب الملكية أكثر من الملك نفسه؟ وكيف أنهى جيش التحرير المغربي دفعة واحدة؟ وكيف كان المهندس الأول لكل التغيرات السياسية التي عرفها المغرب؟ هو من أشار إلى ضرورة الإبقاء على الملكية التنفيذية وتمكين الحسن الثاني من جميع السلطات بيده، وهو الذي تزعم التيار الليبرالي في المغرب في وقت تغلغلت فيه الأفكار الاشتراكية لدى الكثير من النخب المغربية والطبقات الشعبية، وهو من أثر في الحسن الثاني وكان يده اليمنى في كثير من قراراته المصيرية. اختار منذ البداية معسكر القصر على معسكر المعارضة، وحرص شخصيا على تقوية سلطات الملك وتقزيم المعارضين. هو أحمد رضا قديرة، واحد من أكثر الشخصيات من تقلد المناصب والمسؤوليات في الدولة المغربية المعاصرة. إنه الاسم الذي اصطدم بالجميع في فترات معينة، بداية بالمعارضين ثم بالمقربين من الملك كالجنرال أوفقير وحتى بالملك نفسه في وقت من الأوقات قبل أن تعود علاقة الود لسابقها. نعود هنا إلى شخصية عمومية طبعت تاريخ المغرب المعاصر، وإلى واحد من عشاق دار المخزن كما ينعته المعارضون، وواحد من ليبرالي ما بعد الاستقلال كما سماه أصدقاؤه، وواحدا من مهندسي تحكم الحسن الثاني بالدولة المغربية كحاكم مطلق. لا نشتم بأعمال آبائنا، بل هي مداد الفخر. أحمد رضا قديرة لم يترعرع في أحضان أسرة غنية، ولد فقيرا في 22 يونيو 1922 في كنف والد بقال متواضع بالرباط يبيع السكر والشاي والشمع، وكثيرا ما كان يقترض من أخيه كي يتكلف بمصاريف أسرته. ونظرا لنمو أحمد في وقت كان فيه المغرب تحت نيران سلطات الحماية الفرنسية والإسبانية، فقد كان من الحاملين لفكرة خروج فرنسا سياسيا من المغرب، مسترشدا في ذلك بثقافته الواسعة ثم بعلاقته مع رشيد مولين، والذي يرجع له الفضل في إدخال رضا قديرة إلى المحيط الملكي بعد تأسيسه لحزب الأحرار المستقلين سنة 1937، وضم إليه قديرة، وهو الحزب الذي عانى تضييقا واسعا من السلطات الفرنسية، شأنه في ذلك شأن باقي الأحزاب. أحمد رضا قديرة الذي أضاف رضا إلى اسمه تأثرا بالمصلح المصري أحمد رضا، نجح بصعوبة بالغة في اجتياز امتحانات البكالوريا، ليس بسبب كسله أو قلة ذكائه، ولكن بسبب اهتمامه الواسع بكرة السلة من خلال فريق محلي. وحدها شهادة البكالوريا من جعلته يقطع علاقته بالرياضة ويصمم على استكمال دراسته في الميدان الذي يريد، وهو القانون. لذلك درس سنتين في معهد الدراسات العليا المغربية بالرباط، وانتقل إلى فرنسا ليحصل من هناك على شهادة الإجازة، وليلتقي كذلك بزوجته الفرنسية التي أشرت على اهتمامه الكبير بالثقافة الفرنسية، وهو الذي قرر
مغادرة الحي الجامعي بباريس بعد خلافات بينه وبين الطلبة الاستقلاليين خاصة محمد ديوري. حينما عاد رضا كديرة من فرنسا إلى المغرب وفتح مكتبه بزنقة 18 يونيو بالرباط، كانت أول قضية يرافع فيها هي الدفاع عن صديقه رشيد مولين أمام سلطات الحماية عام 1952، وتقوت صداقته القوية بولي العهد الحسن الثاني. هذا الأخير أحب فيه إخلاصه للملكية ومعرفته الواسعة بالثقافة الفرنسية، وكذلك مطالبته بوقف المقاومة المسلحة بعد عودة محمد الخامس. فبالنسبة لكديرة، عودة الملك إلى شعبه تساغ الاستقلال، ولا حاجة للمغرب برأسين بجيش التحرير بعد ذلك. بعد استقلال المغرب، اعتبر رضا كديرة كل الأحزاب السياسية المغربية لا تتكون إلا على أساس المصلحة والطمع في الحكم، إنها أحزاب ديكتاتورية في نظره أكثر مما هي ديمقراطية. حصل على مساعدة مالية هامة من فرنسا لإنشاء القوات المسلحة الملكية، واستنجد بإطارات فرنسية خبيرة لإنهاء هيمنة جيش التحرير بعدما وجد أن بعض قياديه يتفقون مع أفكار الاستقلاليين الذين لم يجدوا حرجا في نعته برجل فرنسا الأول في المغرب. تم تعييره وزيرا للإعلام في حكومة بلافريج، حيث قام بوضع قبضته على كل ما يخرج للرأي العام من أجل صناعة رأي عام موحد يخضع للقصر الملكي، وشجع كديرة على تأسيس حزب الحركة الشعبية، ثم أسس فيما بعد جبهة الفيديك، جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية، مع حزب الأحرار والحركة الشعبية وحزب الشورى، لجعلهما جبهة ليبرالية ضد الشيوعيين والاشتراكيين المغاربة. قام بتأسيس جريدة ليفار والتي كانت أغلب مصادرها من أجهزة الأمن ومن المخابرات، وحارب حكومة عبد الله إبراهيم حتى النفس الأخير. كان الحسن الثاني خليطا بين أفقير وقديرة، هكذا يتحدث المؤرخ المغربي المعطي منجيب. وبالفعل فقد بدأ الملك الحسن الثاني يحن إلى صديقه رضا كديرة الذي عاد لبدلة المحاماة بعد إعلان حالة الاستثناء عام 1965. ومع فشل المحاولتين الانقلابيتين وإعدام أفقير، وجد كديرة الفرصة مواتية وسانحة ليعود إلى العمل السياسي سنة 1977 من خلال منصب كبير مستشار الملك. وقد عرف أثناء عودته بمطالبته الحوار مع جبهة البوليزاريو، وعرف عنه كذلك بمساهمته في إنتاج حوار مغربي إسرائيلي بعدما كان في وقت سابق من أكثر المشجعين لهجرة اليهود المغاربة نحو ما يسمونه وطنا قوميا لهم. لذلك كان ينظر إليه على أنه واحد من المطبعين مع الصهاينة، خاصة مع مساهمته في استقبال الملك الحسن الثاني لرئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز في إفران عام 1986. بعد فشل جبهة الفيديك وعدم قدرة الأحزاب الإدارية الليبرالية المتبقية على مجابهة المعارضة التي قادها ضد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كحزب،
ساهم رضا قديرة في تأسيس الاتحاد الدستوري عام 1980 رفقة المعطب عبي، لأنه لم يكن مرتاحا لحزب التجمع الوطني للأحرار والذي أسسه سهر الملك أحمد عثمان بإعاز من الملك، وحاول في بداية التسعينيات الانفتاح على الكتلة الديمقراطية، واصطدامه بوزير الداخلية إدريس البصري وصلاحياته الواسعة ليقرر رضا قديرة سنة 1994 التوقف عن العمل، لا سيما مع المرض وعدم قدرته على الاستمرار في صراع مع وزير داخلية كانت له صلاحيات واسعة. وبعد سنة من اعتزاله الحياة السياسية، وضع رضا قديرة هذه الحياة في 14 ديسمبر 1995 بباريس. ما يحسب لرضا قديرة هو أنه لم يفكر في تصفية معارضيه من المغاربة عن طريق الدم والعنف والمعتقلات، فهو لم يتورط في عمليات قتل كما تورط بذلك أفقير والبصري. ويحسب له أنه دافع عن فكرة تعددية الأحزاب عوض الحزب الوحيد. ويحسب له أيضا أنه كان ذات شخصية قوية ونافذة، حيث انسحب احتجاجا على قرارات لم يتفق معها ولم ترضيه، رغم أن مكانته كبيرة في الدولة. لكن سيذكر التاريخ لرضا قديرة أنه دافع عن الملكية المطلقة حتى النفس الأخير، وحاول أن يجعل الملك هو كل شيء في الدولة وفوق كل السلطات، وتهميش الفاعلين السياسيين الآخرين، وهو ما تسبب في سنوات الرصاص التي حاول الحسن الثاني تجاوزها في نهاية حياته، والتي أدت إلى عشرات من القتلى والمختفين والمنفيين طوال 3 عقود. كما أن التاريخ أيضا سيذكر أن أحمد رضا قديرة ابن البقال ساهم مساهمة فعالة في التطبيع مع إسرائيل وتشجيعه على بناء وطن يهودي في عز الجرح العربي. كان معكم عبد الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.